تضامنا مع الشعب السوداني الشقيق، الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية وصلت إلى العاصمة السودانية الخرطوم لإغاثة المتضررين جراء الفيضانات العارمة والسيول التي ضربت عدة ولايات سودانية خاصة الخرطوم والمناطق المحاذية لنهر النيل، أسفرت عن هلاك 53 شخصا وتشريد أكثر من 200 ألف آخرين وانهيار عشرات الآلاف من المنازل. فبأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة كان هذا الجسر الجوي من الإغاثات والمساعدات. قامت حكومة جنوب السودان والرئيس الجمهورية عمر حسن بشير وحكومته والشعب السوداني شاكرين ومقدرين لحكومة شعب الجزائر والرئيس بوتفليقة وحكومته وشعبه على هذا الكرم الفياض وهذا العمل الإنساني. ودائما احنا في الجزائر دائما حكومة وشعبا أنه دائما يعين المسلمين في بعضهم، والشعب السوداني له روابط وثيقة مع شعب الجزائر رغم المكان الجغرافي البعد والجغرافي، لكن القلوب متحابة والقلوب متقاربة مع بعض. هي مساهمة ولو أنها رمزية إلى أنها تعبر عن الروابط الأخوية والمشاعر النبيلة التي يقيمها الشعب الجزائري لشقائنا في السودان، والذين نتمنى لهم أن يتجاوزوا هذه المحنة. الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية كانت قد انطلقت أمس من القاعدة الجوية ببوفاريك عبر طائرتين عسكريتين محملتين بثلاثين طنا من الخيم والأغطية وعشرين طنا من الأدوية والمواد الغذائية.